السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج ميكروميد. كيف العاده موضوع جديد والحلقه جديد. السؤال الحلقه هي اقارش مين تاعنا حاش تصبح انت حقق دي الحياه نش ثمتين وش حاك مزال على 20 سنه وما مرست ميدس قدي 20 سنه 20 سنه وما هيش حاش توتي دايس غير ليش حاش تصبح انت ما قرتي دايس وني تعيش ندير المغرب راه عايش 200 سنه ويتقيش حاش لا تصبح انت الحياه نش من داش راني خو ما قاش من داش غوكي خولو الحياه نو ما نجم نتكادر مزيان نقعد غير خو نقا صافي منيا واش من ساعه الضد سبحان الله سبحان الله ميكون خل الاسره انا ميكون ضايق ظهر والنس يق المستقبل النس ماني تواريخ نش قط سبحان الله الحياتين فهم صاب العالم يوفقي مي تو زوغ يوفقي تابع من يوفقي بين الزوج يق المستقبلين وان شاء الله نتمنى غادي يخ من احسن تاون ان شاء الله الحياتين شو مين مين صغير يخضيك عفص الحمد المغرب دي الحياه نوت ولي من قيخ قيخ الفلاحه قيخ لي سيب لي تعيش لي شنغني غاتي شيت من الزو والو شنغني ناقصه ولكن شد مين دي تعيش تعيش غير سيب تفجع دمنني دي سين نعيش غنهار بالنسبه من حقق الحياه نو هو حقق بون تصن حوايج بركي قايدي جن سن 17 سنه سن عاد نبنى دايس فهمي عاوز ما بون تسمى ذاني تغسل من تحقق الحياه نش مي غحقق الحياه نو غادي يبان 28 سنه 29 30 بغينا العام سيدي شي بنت زوينه وشي طوموبيل فخمه زوينه وشي بين الله هادشي اللي بغينا مقبل مقبل العام سيدي كنت حق حتى انا شي طوموبيل فخمه وشي بين الله وشي مراه هي هذيك زوينه ودابا داكشي اللي حلمنا ما كاينش ما حققناهش وخاش كثر سد السؤال عاد هو داس فيه ما خدش السؤال هذا يتقع هذا مو من داش غيني شمين كي خديتو ذا عطينو ذي زقوام يخرقخ كي خي جن اج مجد سقان من داش غيني خي اج في زغو ليمان بالنسبة حاشي كي خدش نعي الحياتي نو الى الحد الان عادو وزريخ والو شي حاجه شنو هي حياتينو وتمني خزي ست ثوانت يمكن يمكن شي حاجه شنو